أهلا بكم مشاهدينا. الحديث عن افتتاح السوق ينضم معنا هاتفيا المحلل المالي سعد السعد. أهلا بك أستاذ سعد، صباح الخير. أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ المستمعين وصباح عليكم بخير جميعا. مؤشر السوق الرئيسية تاسي بعد 3 جلسات من التراجعات عاد في الجلسة الماضية للارتفاعات من جديد، أغلق عند 7775 نقطة تقريبا، إلى أين يتجه بمستوياته في الجلسات القادمة باعتقادك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نلاحظ تداولات السوق السعودي بالأمس حقيقة لا تختلف كثيرا عن ما حصل أو السيناريو الذي حصل في الأسبوع الماضي. بدأنا تقريبا 3 جلسات باللون الأحمر، ثم بدأنا أو حصل ارتداد بسيط، ثم عدنا مرة أخرى أيضا 3 جلسات باللون الأحمر، وتداولت الأمس عدنا بارتداد بسيط، تجاوزنا على إثنين مستويات 7745 كنقطة مقاومة مهمة، وأغلقنا على مستويات أعلى منها ب 32 نقطة تقريبا. وهذا حقيقة يعتبر جيد ما حصل بتداولات الأمس، ولكن نلاحظ الآن عاد السوق من جديد لسيناريو الهبوط واستمرارية الهبوط التي حصلت من أكثر من 8 جلسات عدا جلستين اللي حصل فيها الارتداد. ربما يكون أو هبوط تداولات هذا اليوم تحديدا ربما يكون تأثر نوعا ما بهبوط الداو جونز الأمريكي تقريبا أمس ب 602 نقطة. هبوط النفط أيضا بتقريبا 1%، ربما يكون لها أثر على نفسيات المتداولين نوعا ما، وإن كان السوق السعودي الآن يعيش فترة المضاربة، يعيش أو نلاحظ فترة يعني الفترة الحالية بعد إعلانات أو نهاية إعلانات الربع الثالث بدأت الشركات المتوسطة والصغيرة بالتضرر سعريا، نرى كثير من الشركات تصعد بصعود حاد وتتنقل السيولة ما بين هذه الشركات عدا الشركات القيادية التي الآن تقريبا مستقرة في مناطق معينة. فالسوق السعودي الآن يعيش فترة مضاربة حقيقة، وإن كان هبوط الآن ربما يبرر نوعا ما بسبب تأثر الأسواق العالمية، إلا أن الفترة التي يعيشها الآن هي فترة مضاربة، وسيكون الاستقرار في السوق السعودي والاتجاه إن شاء الله تعالى بالصعود ربما يكون في نهاية شهر نوفمبر أو بداية شهر ديسمبر إن شاء الله تعالى. نعم، إذا أنت ترى بأن إغلاق الأسواق العالمية على تراجعات قوية ستلقي بظلالها على نفسية المستثمرين في السوق المحلي، وبالتالي سيكون هناك تراجعات أيضا ربما تكون قوية. بلا شك تأثير من السوق الأمريكي، خصوصا إذا حصل اليوم أيضا تداول سلبي للسوق الأمريكي وبدأ بالهبوط من جديد أو استمر في الهبوط، فهذا بلا شك سيكون له تأثير بشكل أكبر في تداولات الغد. والذي يظهر لي والله أعلم أنه سيكون 3 جلسات عندنا باللون الأحمر من تداولات اليوم الاثنين والثلاثاء الثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم بعدك يبدأ بالإيجابية نوعا ما تداولات يوم الأحد، إلا إذا ظهرت أخبار مرتبطة بالاقتصاد كالنفط مثلا أو السوق الأمريكي أو غير ذلك تؤثر على حركة السوق مستقبلا. نعم. فالسوق الآن مهيأ أو مرشح بشكل كبير أن يزور مستويات 7000 تقريبا والـ500 والتقريبا 25، هذه مناطق مهمة جدا، أتمنى حقيقة أن يستقر عند هذه المنطقة ويبدأ الارتداد. نعم، ولكن هذه التراجعات هل ستعيق باعتقادك يعني التراجعات العالمية لمؤشرات الأسواق العالمية ستعيق وصول المؤشر للمستويات التي ذكرت 7800 نقطة؟ طبعا السوق السعودي الفترة الماضية كان يعيش فترة الإعلانات الربعية، وكان المتداولين يركزون نوعا ما على بعض الشركات التي ربما تتأثر ويبدون بالتمركز في بعض الشركات بسبب الإعلانات. الآن انتهى فترة الإعلانات، بدأ المتداولين يلتفتون على مؤثرات أخرى كالأسواق العالمية، ورأينا يعني السوق الأمريكي عندما هبط بالأمس وأيضا النفط يهبط ربما يكون له أثر على نفسيات المتداول، فسيكون من الصعوبة من مكان الوصول لمستويات 8800 تقريبا وست نقاط، سيكون فيها صعوبة نوعا ما في الفترة الحالية على أقل الأحوال هذا الأسبوع. نعم. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيبدأ بعملية الاستقرار إن شاء الله تعالى، وتبدأ تنتقل السيولة تدريجيا إلى الشركات القيادية التي تكون لها توازن لحركة السوق. نعم، على صعيد آخر أستاذ سعد، أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن مفاوضات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي أيضا لكرة القدم بشأن بنود اتفاقية النقل التلفزيوني، ما هي انعكاسات هذا الخبر على حركة السهم برأيك؟ طبعا أي خبر يكون له عائد وأثر مادي ومالي بالنسبة للشركة يكون إيجابي، إلا إذا كانت الشركة قد سبقت هذا الخبر بالصعود كقيمة سوقية فيؤثر عليه أو لا تأثر كثيرا أو لا تستفيد كثيرا، فهذا حقيقة الخبر يعتبر جيد بالنسبة لشركة الاتصال، وهذا حقيقة له إيجابية في الفترة القادمة. طبعا يعني نعلم أن الآن المملكة العربية السعودية ولله الحمد يعني فئة الشباب عددهم كبير
فبالتالي عندهم التطلعات والنظرة والرؤية للرياضة والارتباط بالرياضة بشكل كبير وشكل واضح، سيكون لها أثر إيجابي على الاتصال الفترة القادمة إن شاء الله يعني. نعم، إذا ما تحدثنا عن نتائج شركات التأمين التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن، هل تعتقد بأنها جاءت دون التوقعات وأيضا جاءت متأخرة نوعا ما يعني قياسا بالشركات الأخرى؟ حقيقة شركات التأمين يعني تفاجأنا من التأخر في الإعلان، لدرجة أن يوم الخميس ويوم الأحد آخر يوم حصل كم هائل من شركات التأمين أعلنت، حقيقة يعني يجعلنا نستغرب حقيقة تأخر الشركات أو جميع شركات التأمين بهذا الشكل، ولكن النتائج بشكل عام كانت حقيقة دون المأمول. أغلب الشركات أعلنت عن انخفاض أرباح وبعضها ربما دخل في خسائر، وهذا حقيقة غير جيد على قطاع التأمين ككل في الفترة القادمة، حتى من يريد الاستثمار والتمركز في شركات معينة الآن ربما يتردد بسبب انخفاض أرباح الشركات في الفترة القادمة، فبالتالي حقيقة القطاع الآن نوعا ما فيه معاناة على الشركات. رأينا كثير من الشركات في قطاع التأمين أو أغلب الشركات التي حصل عندها الخسائر هي من قطاع التأمين، رأينا كثير من شركات التأمين أيضا تطلب زيادة رأس المال، وبعض الشركات خفض رأس المال، وبعض الشركات لم تستطع حتى الإعلان كشركة وفا مثلا واعتذرت عن الإعلان في الفترة الماضية مع أنه حصل عندها تخفيض رأس مال وأيضا عادت وزادت رأس المال لأنها لا زالت تعاني في من الوضع المالي بالنسبة للشركة. نعم. فبالتالي الآن المتداولين يتخوفون من الشركات التي عندها خسائر فترة حالية ويخشون أن تقع في نفس المشكلة التي حصلت في شركة وفا. في ذات السياق يعني كيف تعلق أيضا على نتائج شركات قطاع الإسمنت التي أعلنت حتى الآن؟ قطاع الاسمنت تقريبا هي 14 شركة، جميع الشركات انخفضت عندها أرباح وبعض الشركات دخلت في خسائر، ربما بعضها أو 7 شركات تقريبا دخلت في خسائر، وهذا حقيقة غير جيد ويعكس لنا الواقع الذي تعيشه شركات قطاع التأمين وقطاع قطاع الاسمنت. فقطاع الاسمنت يعني يعاني منذ فترة بسبب توقف المشاريع، بسبب تكدس المخزون، بسبب قلة الطلب وغير ذلك من الأمور كلها أثرت على قطاع التأمين الاسمنت، فبالتالي تأثر سلبا والنتائج واضحة أمام الجميع الآن. قطاع الأسمنت حقيقة الذي أرى والله أعلم أنه قطاع واعد ولكن على المدى البعيد، أنا أتكلم على فترة السنة أو السنتين القادمة، عند الدولة ولله الحمد مشاريع كثيرة، رأينا زيارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولي العهد لمنطقة القصيم وحائل وتدشين المشاريع الضخمة بتقريبا تجاوز 23 مليار، هذه كلها تحتاج إلى قطاع الأسمنت أن يقوم بالبناء والتشييد لتلك المناطق، أيضا الزيارة القادمة إن شاء الله تعالى خادم الحرمين الشريفين في الفترة القادمة. نعم. مشروع نيوم والبحر الأحمر والقدية، كل هذه المشاريع سيكون لها طلب على هذا القطاع ولكن لمن يستثمر على الفترة الطويلة ولا أتكلم على الفترة الحالية، وإن شاء الله تعالى سيكون جدا ممتاز. نعم، إذا ما تحدثنا عن أسواق النفط كذلك أستاذ سعد، يعني تراجعت بالأمس أسعار النفط لكل من برنت وأيضا خام نايمكس، واليوم تستهل التعاملات أيضا على تراجعات، إلى أي مدى برأيك لا زالت السوق النفطية تؤثر على أداء الأسواق المحلية؟ طبعا النفط لو نلاحظ اللي هو محاولة الاتفاق على تخفيض الإنتاج بسبب زيادة الطلب أو عفوا يعني زيادة المعروض، فبالتالي هبط النفط الفترة الماضية تقريبا من شهر أكتوبر إلى 20 أو أكثر من 20%، فحصل فيه اتفاقية على تخفيض الإنتاج، ولكن ربما تصريح الرئيس الأمريكي بأنه يعني هذا الاتفاق غير جيد وأن النفط يجب أن يهبط وغير ذلك أثر على الأسواق نوعا ما، فبالتالي هبطت الأسواق أو النفط الفترة الحالية. أما مسألة ارتباط الأسواق وتأثرها في الفترة الحالية لا أعتقد أن هناك ارتباط كبير، رأينا النفط يصعد إلى مستوى 88 دولار الفترة الماضية ولم يكن له أثر واضح على حركة الأسواق، أتكلم عن السوق السعودي وأسواق المنطقة. نعم. في الفترة الحالية أيضا هبط النفط المستويات المتدنية تقريبا 20% في شهر أكتوبر، لم يكن هناك أثر واضح بالنسبة للنفط لأن المتداولين الآن ينظرون إلى الإعلانات أو الفترة الماضية إلى إعلان الشركات، فبالتالي الآن النفط لا أتوقع أن يؤثر بشكل كبير إلا في حال أن يكسر مستويات 60 دولار في هذا الوقت، نعم سيكون هناك تأثير وسيكون خصوصا قطاع البتروكيماويات سيكون لها أثر واضح في الفترة القادمة أو الربع الرابع، فإن شاء الله تعالى لا يصل هذه المستويات ويعود إلى مستويات 75 وأكثر من ذلك. المحلل المالي سعد السعد، شكرا جزيلا لك.